لا تريلوجي ديال لوردز اوف ذا رينجز، الثلاثيه ديال لو سينيور دي زانو من اخراج بيتر جاكسون ابتداء من 2001 واللي لقات اقبال ونجاح عالمي، كانت الفرقه ديال ذا بيتلز فرقه ديال الروك نجالزا، كانوا مشهورين في الستينات وما بعد، كانوا باغيين يادابتاو لوردز اوف ذا رينجز لفيلم موسيقي. ديك الساعه ذا بيتلز ما كاينش اللي ما كيعرفهمش، ومن غير الموسيقى كانوا عندهم عده اعمال سينمائيه اللي لقات اقبال ونجاح عالمي. المهم ذا بيتلز اللي كان كلشي ديالهم بنت ليهم يادابتاو لورد اوف ذا رينجز، المنتجين معاهم في هذا البروجي اللي غادي يولي سيريو، وكانوا باغيين المخرج ستانلي كوبريك اللي كان ضمن العمالقه ديال الاخراج السينمائي ديك الساعه واللي تكلف بهاد المهمه. ساعه صدمهم اللي رفض وقال لهم بكل بساطه بلا ما يمكنش ليه لحقاش التقنيات السينمائيه والمؤثرات السمعيه والبصريه ديال الستينات ما كانوش متطورين لدرجه انها تقدر تحول سينمائيا ديك العالم الغريب والعجيب والمتعدد الاطراف والشخصيات ديال لورد اوف ذا رينجز. ماشي مشكل بالنسبه لبيتلز الا ماشي كوبريك يشوفوا شي واحد اخر، ولكن قبل مشاو لعند مرشي جون رونالد توركيان الكاتب اللي خلق ديك العالم ديال لورد اوف ذا رينجز واللي استغرقت ليه الكتابه ديال الاجزاء بثلاثه 12 عام ما بين 1937 و1949، جاو لعندو باش يبيع لهم لي دغوا دوتور ديال الروايه ديالو باش يحولوها لفيلم سينمائي موسيقي، ان فيلم ميوزيكال. والكاستينغ كان غادي يكون فيه بول ماكارتني في الدور ديال فرودو، رينغو ستار باتر في الدور ديال سام، جورج هاريسون الجيتاريست في الدور ديال غوندارف، وجون لينون الليدر في الدور ديال غولوم. ذا بيتلز كانوا متحمسين بزاف لهذا البروجي والمنتجين تيجمعوا في ليكيب، ولكن نساو بلا تولكيان اونسيان بروف دونيفرسيتي ما عندوش مع التبريش، وما باغيش الروايه ديالو اللي عصر فيها مخو تولي فيلم موسيقي من بطوله ذا بيتلز. وزيدو ما كانش عنده معاهم لحقاش كانوا تيريبيتيو موسيقتهم في واحد الدار ما بعيداش بزاف على فين كان ساكن تولكيان، وكانوا كيبرزطوه. ومن مورا هاد لي ديسيبسيون لي بيتلز سمحوا في البروجي، وهذه هي القصه ديال كيفاش ما صدقش البروجي ديال ذا بيتلز اللي كان غادي يكون فيه جون لينون في الدور ديال بولون.